تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. مساحة كبيرة أمامه، هيونغ مين سون، بوم، الله يا ولد، صاروخ عابر للقوة. إيش من كورة، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرة، بينية جميلة، عرضية من كريستيانو، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا. الله على هذا الأداء الكبير، نتيجة رائعة في مباراة اليوم. هنا يمر سون هيونغ مين، الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر من يحضر المباريات بشكل. هيونغ مين سون، حارس يسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى معتاد. محمد صلاح، هيونغ مين سون يتنقل، هيونغ مين سون حطها في الشباك، يتألقون، يسجلون، يضربون بقوة من البداية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت إبارة، هدف محقق ولكنها ضاعت. الكرة ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل، توقيت هو مفتاح هذا الهدف. كريستيانو سون هيونغ مين يحاول تمريرها من بين المدافعين، والآن لديه مساحة. ليون هيونغ مين سون، الكرة داخل الشباك، قوة كبيرة. شاهدتم هذا السيناريو من قبل، هدفين متتاليين، يا لها من كرة. دية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إيقاف. هيونغ مين سون، الله على الكرة، هدف بافاري، هدف لبايرن. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. اللمسة الأخيرة كانت من أروع، تمريرة جميلة، اللاعب يستلم الكرة.